مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار وأبدأها بأبرز العناوين. رئيس الدولة ورئيسة سلوفينيا يبحثان علاقات التعاون بين البلدين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة كومنولث دومينيكا ورئيس بنما بذكرى استقلال بلديهما. محمد الشرقي يلتقي منصور العور ويطلع على تطورات المنظومة التعليمية الذكية. أحمد الشرقي يشهد احتفالية اليوبيل الذهبي لملعب بارون بالفجيرة ويكرم الجهات المنظمة. بدء تنفيذ اتفاق التعاون بين حكومة الفجيرة ووزارة البترول المصرية. دارة الشعر العربي بالفجيرة تسلط الضوء على القيم والشيم في أشعار العرب. الفجيرة الدولي للرياضات البحرية يستضيف معرض الفجيرة للسيارات. أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم فخامة الدكتورة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا التي تقوم بزيارة إلى الدولة، وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسارات التعاون الثنائي إلى مرحلة جديدة من التطور في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة الدكتورة ناتاشا بيرك موسار رئيس جمهورية سلوفينيا التي تقوم بزيارة إلى الدولة. ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي بضيفة البلاد، معربا سموه عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسارات التعاون الثنائي إلى مرحلة جديدة من التطور في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية. وبحث سموه ورئيسة سلوفينيا مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية بجانب الطاقة المتجددة والاستدامة وغيرها من الجوانب التي تخدم تطلعات البلدين ورؤيتهما نحو مستقبل أكثر تنمية وازدهار. كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام مشترك، مؤكدين في هذا السياق موقف البلدين الداعي إلى وقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط ومنع اتساع الصراع فيها ودعم السلام القائم على حل الدولتين، بجانب الدعوة إلى السلام والاستقرار في العالم وحل مختلف النزاعات بالطرق السلمية. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة نهج دولة الإمارات الثابت في بناء شراكات تنموية تحقق مصلحة الجميع، معربا عن تطلعه إلى مزيد من النماء في مسار علاقات التعاون بين بلدينا. من جانبها أعربت الرئيسة السلوفينية عن تطلعها إلى تطوير العلاقات الإماراتية السلوفينية بما يخدم مصالح البلدين ورؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة إلى فخامة سيلفاني بيرتون رئيسة كومنولث دومينيكا وفخامة خوسيرا أول مولينو رئيس جمهورية بنما بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي روزفلد سيكريت رئيس وزراء كومنولث دومينيكا. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة حفظه الله، افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي اليوم النسخة 40 من معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول أديبك الذي يقام حتى 7 نوفمبر الجاري في مركز أدنك أبو ظبي. يرافقهما الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في مملكة البحرين. وألقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لأدنك ومجموعة شركاتها الكلمة الرئيسية، كما عقدت جلسة نقاشية بمشاركة عدد من وزراء الطاقة من حول العالم. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم الابتكار التكنولوجي كمحفز رئيسي في مختلف المجالات ولا سيما في قطاع الطاقة من خلال إبرام الشراكات الاستراتيجية وتعزيز علاقات التعاون المشترك مع مختلف الجهات والشركات العالمية الرائدة في هذا المجال بهدف دمج حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة ودفع عجلة التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة. التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله في قصر الرميلة بالفجيرة سعادة الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية. وأكد سموه خلال اللقاء أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم، مشيرا إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله على الاستثمار في التعليم والتقنيات المبتكرة التي تسهم في رفع جودة قطاع التعليم ودعم رؤية الإمارات التنموية وتعزيز تنافسيتها في هذا المجال. وتناول اللقاء جهود الجامعة في تعزيز جودة التعليم الذكي وتفعيل التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية العالمية الرائدة في هذا المجال، إضافة إلى تشكيل منظومة تعليمية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، كما تم استعراض البرامج والمبادرات التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للتفوق في عصر الرقمنة. من جانبه عبر سعادة الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية عن سعادته بهذا اللقاء مشيدا بجهود حكومة الفجيرة في دعم القطاعين التعليمي والتكنولوجي من خلال المبادرات التي تتبناها الإمارة لتحقيق أهدافها المستقبلية المنشودة. حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة. أعرب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة عن قلق دولة الإمارات العربية المتحدة البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في السودان ولا سيما التي طالت مدنيين من النساء والأطفال وكبار السن في ولاية الجزيرة وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء. هذا وشدد معاليه على قلق الدولة حيال التقارير بشأن ارتفاع خطر المجاعة واستمرار تشريد الآلاف من المدنيين. وحث معالي الشيخ شخبوط بن نهيان الأطراف السودانية المتحاربة على العودة إلى الحوار واحترام التزاماتهم وفق إعلان جدة وللآليات التي اقترحتها مجموعة العمل من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان. وجدد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت المطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة يشارك فيها ويقودها المدنيون بما يلبي تطلعات شعب السودان الشقيق في التنمية والازدهار. شهد الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي احتفالية اليوبيل الذهبي لملعب بارون في إمارة الفجيرة والتي تضمنت فعاليات رياضية ومجتمعية متنوعة. برعاية وحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، نظمت الهيئة العامة للرياضة واتحاد الإمارات للرياضة للجميع فعالية الاحتفال باليوبيل الذهبي لملعب بارون بالفجيرة. وشهدت الاحتفالية فعاليات رياضية ومجتمعية متنوعة جمعت أبرز نجوم الرياضة الذين كانت بداياتهم وانطلاقاتهم من ملعب بارون في إمارة الفجيرة.
جاءت الاحتفالية لتسليط الضوء على مكانة إمارة الفجيرة ودورها البارز في دعم مختلف الرياضات المحلية والعالمية. الحمد لله على هذا التجمع وهذه يعني اللفتة الكريمة، وخصوصا برعاية الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي اللي دائما يرعي الشباب، والحكومة يعني دائما مهتمة، وكان في أيضا مثل الهيئة العامة للشباب والرياضة، وأيضا يعني كثير من الجهات الرسمية اللي اهتموا في هذا اليوبيل الذهبي للملعب اللي نشوفه. احنا صار له 50 سنة، جمع لعيبة كثيرة، طلع لاعبين كثار للنادي وللمنتخب، وأيضا يعني في كثير من اللعيبة اللي طلعوا من هذا المكان صاروا إداريين ناجحين وماسكين مناصب كبيرة. فلفتة كريمة جدا من صاحب الفكرة اللي هو الكابتن عبد الله بارون، الدكتور عبد الله بارون، اللي دائما كان يجمع الشباب من يوم ما كان هو صغير وكان يدرس برا، وأول ما يرجع من الدراسة كان أيضا يجمع الشباب ويهتم فيهم، وكنا نروح حتى لدبي بالسيارات يعني القديمة نلعب مباريات ونرجع. فكان يعني الفكرة هذه جدا رائعة. التقينا بشباب يعني ما ملتقين معاهم من أكثر من 20 سنة، وجايبين معاهم أولادهم وأحفادهم، فكل هذه يعني من ضمن الأفكار لهذا التجمع. وعلى هامش الاحتفالية كرم الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي الجهات المنظمة والداعمة لدورها الفعال في إحياء الرياضات المحلية في الإمارة. ويعود تأسيس ملعب أبارون إلى عام 1974 على يد طبيب السابق لمنتخب الإمارات عبد الله بارون في منطقة الغرفة في الإمارة، وذلك ليكون ملتقى يجمع محبي كرة القدم. وساهم ملعب بارون في إبراز العديد من نجوم الكرة في الساحة الرياضية الإماراتية. بدأت حكومة إمارة الفجيرة ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في تنفيذ بنود اتفاق التعاون الموقع بينهما في أغسطس الماضي، حيث استقبلت الموانئ المصرية مؤخرا الناقلة البترولية الأولى ضمن هذا الاتفاق. وكان الجانبان قد وقعا على اتفاق تعاون بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مصر والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري لحكومة الفجيرة. ويشمل نطاق التعاون بين الجانبين وفقا لبنود الاتفاق نقل تجربة تطوير ميناء الفجيرة وإنشاء منطقة لوجستية بترولية في منطقة ميناء الحمراء على البحر المتوسط، استثمارا للموقع الجغرافي المتميز لمصر والبنية التحتية المتميزة لقطاع البترول بميناء الحمراء، وتداول المنتجات البترولية من خلال تسهيلات الميناء، كما يتضمن توريد منتجات بترولية بميزة تنافسية لتغطية جانب من الاحتياجات المحلية. وأكد مدير الديوان الأمري لحكومة الفجيرة أن العلاقات الاقتصادية المتميزة بين الإمارات ومصر قد توجت مؤخرا باستقبال أول ناقلة بترول مرسلة من ميناء الفجيرة، وذلك ضمن اتفاق التعاون الموقع بين إمارة الفجيرة ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية. وفي ذات السياق أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري خلال استقباله المستشار أحمد عادل عطية مستشار حكومة الفجيرة والمهندس هاني عبد المنعم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفجيرة الدولية للنفط والغاز بحضور المهندس محمود ناجي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للنقل والتسويق أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول واستثمار مقومات البنية التحتية المتميزة بالموانئ والتسهيلات القائمة وتطويرها، معربا عن اعتزازه ببدء باكورة التعاون بين الجانبين تمهيدا لاستكمال بنود اتفاق التعاون لتحويل منطقة ميناء الحمراء بالبحر المتوسط إلى منطقة لوجستية لتداول المنتجات البترولية، بما يفتح آفاق عمل جديدة بين الإمارات ومصر في مجال البترول. كرمت جامعة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بكلية الهندسة بلدية الفجيرة تقديرا لدورها الريادي في دعم وتمكين طلبة الجامعات، وذلك خلال حفل الشراكة التمكينية الذي نظمته الجامعة. ويأتي هذا التكريم ليعكس تقدير الجامعة لإدارة الشؤون الهندسية والتخطيط في البلدية على جهودها المميزة في توفير برامج تدريبية فعالة تهدف إلى تعزيز خبرات الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل. وتعد هذه المبادرة جزءا من استراتيجية بلدية الفجيرة لبناء جيل من الكوادر الهندسية المؤهلة، حيث تتيح للطلبة فرصا لاكتساب المهارات العملية
وتنمية قدراتهم الفنية من خلال التفاعل المباشر مع مشاريع البنية التحتية في الإمارة. وأشادت جامعة الإمارات ممثلة بكلية الهندسة بالجهود المتميزة التي تبذلها بلدية الفجيرة ممثلة بإدارة الشؤون الهندسية والتخطيط لدعم الشباب وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية، معتبرة هذا التعاون نموذجا يحتذى به في الشراكة بين القطاعين الحكومي والأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. دارة الشعر العربي بالفجيرة تنظم جلسة أدبية بعنوان قيم وشيم في أشعار العرب في مقر بيت الفلسفة بالإمارة. نظمت دارة الشعر العربي بالفجيرة جلسة أدبية بعنوان قيم وشيم في أشعار العرب في مقر بيت الفلسفة بالإمارة، واستضافت الجلسة الدكتور فيصل الشهراني باحث وأكاديمي من المملكة العربية السعودية، والدكتورة مريم الهاشمي ناقدة وأكاديمية في دولة الإمارات، حيث سلطت الجلسة الضوء على القيم ومكارم الأخلاق التي عرف بها العرب وتجسدت في أجمل قصائد الشعراء عبر العصور. الأمسية الأدبية كانت تتكلم عن موضوع القيم والشيم عند العرب، وما الذي فعله الإسلام حين دخل وأضاف هذه الشيم ورسخها وجذرها، نماذج من قصص العرب وأخبارهم وأيامهم، بالإضافة لأمثلة من شعرهم كيف دونوا هذه الأخلاق وكيف تعاملوا بها وتمثلوها في حياتهم. حقيقة احنا مؤخرا نشهد يعني في العالم العربي في الخليج تحديدا نهضة وصحوة كبيرة تتعلق بالأدب العربي وحب الثقافة العربية والعودة والرجوع إليها. الحضور كان مميز، وسرني كثيرا أن هذه الفعاليات منها فعالية الليلة التي تمت تسجل وتصور كاميرة حتى تبث لاحقا يعني على المنصات الرسمية التابعة لدارة الشعر العربي. فهذا أمر يعني يزيد هذه الفعاليات يعني حضورا وقيمة، ويكثر الأشخاص الذين يتفاعلون معها أيضا. واستعرضت الجلسة القصص التي وردت في التراث العربي ودواوين العرب عن القيم الأصيلة والأخلاق الكريمة التي شكلت مظهرا هاما من مظاهر الحياة الاجتماعية اليومية وارتبطت بقصائد الشعراء وحكايات العرب. وحضر الجلسة جمع من الشعراء والأدباء والمهتمين. نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية يستضيف النسخة السادسة لمعرض الفجيرة للسيارات بالتعاون مع مطعم ذا سيلرز وبالتنسيق مع مجموعة أندية السيارات في دولة الإمارات. نتابع. أقام نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع مطعم ذا سيلرز وبالتنسيق مع مجموعة أندية السيارات في دولة الإمارات النسخة السادسة لمعرض الفجيرة للسيارات، والذي يعتبر أحد أهم معارض السيارات المعدلة في دولة الإمارات. وخلال مسيرة نجاح المعرض والتي استمرت لمدة 6 سنوات، أصبح معرض الفجيرة للسيارات محط أنظار عشاق السيارات المعدلة في دولة الإمارات والخليج بشكل عام. طبعاً النسخة السادسة نسخة مميزة جداً. أول شيء نحن نتكلم عن 6 سنوات من التميز والنجاح لمعرض الفجيرة للسيارات. معرض الفجيرة للسيارات يقام في نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، أهم نادي في الإمارات وأنا أعتقد في الخليج أو في الشرق الأوسط، وبالتعاون مع مطعم وكافية ذا سيلر. هذه السنة ركزنا على مشاركات جديدة من جميع أنواع السيارات والدراجات النارية، أيضاً ركزنا على مشاركات من خارج دولة الإمارات. نحن نتكلم عن السنة السادسة من النجاح، لدينا مشاركات من قطر، مشاركات من عمان من نادي السيارات القديمة في عمان، وأيضاً مشاركات من السعودية. لذلك هذه السنة حاولنا أن نجيب سيارات، ولأن نحن في النهاية مجتمع الإمارات للسيارات، فدائما نخلق وجوه جديدة ومشاركات جديدة على أساس أن كل سنة الناس تحس بتغيير في المعرض. طبعا عندنا جوائز كثيرة للجمهور، دائما الجمهور أو خلينا نقول جمهور مجتمع السيارات أو اليو سي سي دائما متعود أنه في الفعاليات تكون في فعاليات مجتمعية، تكون في جوائز، حيكون عندنا جوائز، حيكون عندنا إطلاق لسيارات من سيارات مميزة، حيكون تجارب لسيارات، حيكون في مسابقات وفئات. يعني اليوم يوم مليء بالجوائز في نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية. وأكثر ما يميز النسخة السادسة هو المشاركات من دول الخليج، حيث تم تقديم الدعوة إلى الأندية الخليجية للسيارات. وفي ختام المعرض توج سعادة أحمد إبراهيم المدير التنفيذي للنادي الفائزين بجوائز المعرض المختلفة حسب الفئات، وكرم جميع المشاركين. وتقدمت جميع أندية السيارات بالشكر والتقدير لإدارة النادي على حرصها الدائم على إقامة هذا المعرض الكبير، والذي أصبح واحدا من أهم معارض السيارات في الدولة. انطلقت اليوم منافسات البطولة المدرسية لكرة القدم للصفين 5 والـ6 في أكاديمية كرة القدم لنادي دبا الرياضي الثقافي تحت شعار الرياضة تبني عقولنا.
تحت شعار الرياضة تبني عقولنا، انطلقت اليوم منافسات البطولة المدرسية لكرة القدم للصف الخامس والسادس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وشهدت الانطلاقة ثماني مباريات لطلاب الصفي الخامس والسادس يمثلون مجمع زايد فرع دبا ومجمع زايد فرع البدية ومدرسة حمد بن عبد الله الشرقي ومدرسة البيان ومدرسة ينابيع المعرفة. الهدف من البطولة المدرسية هي تعزيز التواصل مع المؤسسات التعليمية والتربية والتعليم وتنشيط الحركة الرياضية بين الأطفال والطلبة، ويكون هناك اتصال متواصل بين المدربين والأجهزة الفنية مع المعلمين والأكاديميات في المدرسة، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وصقلها وإعادة صياغتها مرة ثانية في النادي، واستثمارها واستغلالها في كرة القدم، وعلى أساس تكون هنا في نشأ إن شاء الله في المستقبل يعود على النادي ويعود على الطالب ويعود على ولي الأمر إن شاء الله. طبعا كان شعارنا هو شعار الرياضة تبني عقولنا، جاء هذا الشعار بناء على المرتبط بين الرياضة. الولد اليوم موجود في المدرسة، ولكن في المدرسة هو متعلم مثقف، ولكن ناس ناهيك عن موضوع أمور ثانية ناهية اللي هي موضوع أمراض السمنة وأمراض المزمنة والأمراض الثانية. فإحنا ربطنا الشعار في العلم، فنتمنى من أولياء الأمور، نتمنى من الأخوة في كادر التعليم أنهم يستمروا في زيارات الأكاديميات الرياضية والأندية الرياضية، يحث الطلبة على المشاركة المجتمعية، وهذا هو هدفنا اليوم، أن مشاركة أكبر عدد من الطلبة في النشاط الرياضي. وتعد هذه البطولة منصة لاكتشاف المواهب الشابة لصقلها داخل أكاديمية نادي دبا الرياضي الثقافي وتعزيز العلاقات بين الطلاب وروح التنافس الإيجابية. كما ستنطلق منافسات اليوم الثاني للبطولة المدرسية غدا الثلاثاء بإجراء مباريات خاصة بالصف السابع والصف الثامن. اللجنة المنظمة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية تكشف عن تفاصيل النسخة الرابعة التي ستقام على شاطئ مدينة كلباء وتتضمن 7 باقات رياضية. أعلنت اللجنة المنظمة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية تفاصيل النسخة الرابعة التي ستقام خلال الفترة من 8 إلى 16 من نوفمبر الجاري على شاطئ مدينة كلباء، تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة. وتم الكشف عن تفاصيل النسخة الرابعة للدورة في مؤتمر صحفي عقد بحدائق كلباء المعلقة، وأكد سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضية أهمية الدورة وخصوصيتها بين أنشطة المجلس، وشكر اللجنة المنظمة وكل الهيئات والمؤسسات والاتحادات والأندية على تعاونها. العدد المتوقع للمشاركة هناك أكثر من 4000 رياضي ورياضية، وهذا في حد ذاته النقطة وضعناها نحن كلجنة المنظمة هدف للوصول إلى هذا الرقم. طبعا هناك لعبات كثيرة و23 مسابقة، لو حسبنا لكل رياضة هناك أكثر من مسابقات، بالتالي بمجموع أكثر من 252 مسابقة مختلفة على حسب الفئات العمرية وعلى حسب الفئات السنية وأيضا على حسب الجنسين الرجال والسيدات. البطولة بتاخذ خلال أسبوع، دورة تاخذ أسبوع، لكن كبيرة في حجمها، يمكن ميزانيتها شوي ثقيلة جدا، لكن هناك جوائز رصدت بالنسبة لدورة كلباء أكثر من 700,000 درهم توزع على كافة المسابقات، وبإذن الله تعالى سوف يكون انطلاقها اعتبارا من يوم 3/8 يوم الجمعة القادم. نحن نرجو وأيضا نتأمل الحضور الجماهيري المكثف لكي الاستمتاع بهذا الحدث الرياضي المجتمعي الكبير، وهذا طبعا لن يحدث إلا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولن يحدث إلا في أرض الخير والعطاء دائما لتحتضن كل الجنسيات وكل الأجناس وكل الفئات العمرية. 4000 متسابق ويشاركون يتنافسون من أجل الحصول على منصة التتويج وأيضا الميدالية الذهبية في مسابقة المسابقات. وتتضمن الدورة في نسختها الجديدة 7 باقات رياضية تشمل 23 لعبة بمشاركة 4000 لاعب ولاعبة. مشاهدينا الكرام، النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل.
الزراعة العضوية في الإمارات، تجارب مبتكرة تعزز استدامة البيئة والأمن الغذائي. أهلا بكم من جديد. تولي دولة الإمارات اهتماما كبيرا بالمشروعات الصديقة للبيئة، لذا تعد الزراعة العضوية نظاما متكاملا لاستدامة الإنتاج الزراعي والموارد البيئية والمحافظة على صحة الإنسان. نتابع. تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصديقة للبيئة والتي تنسجم مع مفاهيم الاستدامة، ومنها الزراعة العضوية التي تعد نظاماً متكاملاً لاستدامة الإنتاج الزراعي والموارد البيئية والمحافظة على صحة الإنسان. ولذلك توفر الدولة جميع السبل التي من شأنها المساهمة في تطوير الإنتاج العضوي المحلي، انطلاقاً من الدور الريادي الذي يلعبه في تحقيق تنوع واستدامة الغذاء. وتعد الزراعة العضوية نظاماً زراعياً يشجع على إنتاج الغذاء ضمن إطار بيئي واجتماعي واقتصادي، متجنباً استخدام المدخلات الكيميائية المصنعة، ومعتمداً على استخدام الدورة الزراعية والسماد العضوية لتحسين خواص التربة، وباستخدام المكافحة البيولوجية والفيزيائية والميكانيكية للحد من أضرار الآفات الزراعية. وكل ذلك يتم من خلال تطبيق سلسلة من الأنظمة والمقاييس الدولية لضمان سلامة المنتج العضوي. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الزراعة العضوية، إلا أن دولة الإمارات تعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتوفير الدعم للمزارعين وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في تحقيق أهداف الزراعة العضوية وتعزيز استدامتها في المستقبل. كما أطلقت الجهات المعنية في الدولة العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز هذا النوع من الزراعة، ونتيجة لهذه الجهود شهدت الزراعة العضوية في الإمارات على مدى السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً، إضافة إلى زيادة الوعي بين المزارعين والمستهلكين بالفوائد المتنوعة للمنتجات العضوية، مما أدى إلى زيادتها في الأسواق المحلية. وينسجم التوسع في مشاريع الزراعة العضوية مع مستهدفات البرنامج الوطني ازرع الإمارات الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث يضم البرنامج مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، إضافة إلى تطوير وتنفيذ مبادرات لتشجيع الزراعة العضوية ودعم المزارع العضوية في الدولة وتنميتها ورفع إنتاجيتها، متجنباً استخدام المدخلات الكيميائية المصنعة ومعتمداً على استخدام الدورة الزراعية والسماد العضوية لتحسين خواص التربة، وباستخدام المكافحة البيولوجية والفيزيائية والميكانيكية للحد من أضرار الآفات الزراعية. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل مباشرة إلى نداء والفقرة الاقتصادية. أهلا بك نداء. نعم محمد، أهلا بك. تفاصيل هذه الأخبار الاقتصادية نتابعها معا بالتفصيل خلال الفقرة. تفضلي نداء، إليك الكلمة. أهلا بكم. أسهمت الصناعات الاستخراجية التي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي بنحو 24.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في الربع الأول من العام الجاري، وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بلغت قيمة أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي في الربع الأول الماضي نحو 107 مليارات درهم، مقارنة بقيمة 105.2 مليار درهم بنمو بلغ 1.4%، أي ما يعادل زيادة بما قيمة 1.5 مليار درهم. وتواصل دولة الإمارات مسيرها لتقليل اعتمادها على الأنشطة النفطية والغاز، حيث بالمقارنة الربعية تراجعت مساهمة هذه الصناعات في اقتصاد الإمارات من 25.3% في الربع الأول من العام الماضي 2023 إلى 24.8% في الربع الأول من هذا العام. وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة
في الفصل الأول من العام الجاري 2024 أكثر من 430 مليار درهم، أي بنمو 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن تنظيمها الدورة الثانية من برنامج رواد الأسواق المالية، وهو أحد أهم المبادرات التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع صندوق الوطن وأكاديمية أبوظبي العالمي، وذلك في إطار الجهود الرامية لتأهيل الكوادر الإماراتية وتمكينها من العمل في القطاع المالي بالدولة. ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتهم العملية والنظرية في مجال الأسواق المالية، ما يمكنهم من تولي أدوار حيوية في القطاع المالي ويسهم في تعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة. ويضم البرنامج في دورته الحالية نحو 30 منتسب يمثلون نخبة من الشباب الإماراتي الذين ينتمون إلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المالية بالدولة. أعلنت دبي لصناعات الطيران المحدودة توقيع اتفاقيات تأجير لأربع طائرات جديدة مع شركة هاينان إيرلاينز، ومن المقرر تسليم هذه الطائرات خلال الربع الرابع من عام 2025 والربع الأول من عام 2026. وقال فيروز تارابور الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران إن توقيع هذه الاتفاقيات مع هاينان إيرلاينز ستعزز شراكتنا وعلاقاتنا المتينة التي تمتد لسنوات عدة. وإذ نقدر شركة أو ثقة الشركة بدبي لصناعات الطيران فإننا نؤكد التزامنا بمواصلة تلبية الاحتياجات المتطورة لأسطولها. وأكد أن انضمام الطائرات الجديد سيدعم نمو شركة هاينان إيرلاينز وأهدافها التشغيلية، وأضاف نتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الذي ستحقق هذه الطائرات على أسطولهم الذي يشهد توسعا مستمرا، كما نتطلع إلى المزيد من التعاون مع الشركة خلال السنوات المقبلة. ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة هاينان إيرلاينز إن انضمام طائرات بوينغ الجديدة إلى أسطولنا هو استثمار في نمو الشركة وشهادة على الشراكة القوية التي بنيناها خلال السنوات الماضية، وتأتي إضافة الطائرات الجديدة لتساهم بشكل كبير في جهودنا لتحديث أسطولنا تماشيا مع سعينا إلى تقليل متوسط عمر طائراتنا. منها مشاهدينا إلى أسعار الذهب التي استقرت اليوم مع استعداد المستثمرين لأسبوع حاسم للاقتصاد العالمي مع إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية واحتمال إجراء خفض إضافي لأسعار الفائدة. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 2743 دولارا للأونصة بحلول الساعة 5 تماما بتوقيت الإمارات المحلي. وكان المعدن النفيس قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس عند 2790 دولارا، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2751 دولار. وتترقب الأسواق هذا الأسبوع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة وتصريحات رئيس المجلس جيروم باولا ومسؤولين آخرين بالبنك. وبالنسبة لأسعار العيارات الشعبية في الدولة لتاريخ اليوم فجاءت كالتالي: جاء سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 332 درهم إماراتي فقط، وعيار 22 إلى 307 دراهم ونصف الدرهم، وعيار 21 فاستقر إلى 297 درهم إماراتي ونصف الدرهم. وإلى أسعار النفط التي ارتفعت بأكثر من دولار اليوم بعدما قالت مجموعة أوبك بلس أمس أنها ستؤجل زيادة الإنتاج المقررة في ديسمبر لمدة شهر بسبب ضعف الطلب وزيادة المعروض من خارج المجموعة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارا و93 سنت للبرميل أو بنسبة 2.6% ليتم تداول الخام قرب 75 دولار و3 سنتات للبرميل بحلول تمام الساعة 5 بتوقيت الإمارات. كما ارتفع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا و95 سنت للبرميل أو ما نسبة 2.8% إلى 71 دولار و44 سنت للبرميل. وكان من المقرر أن ترفع أوبك بلس التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء آخرين الإنتاج في ديسمبر بمقدار 180 ألف برميل يوميا. هذا يعني أن المجموعة ستمدد خفضها البالغ 2.2 مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر، بعدما أرجأت بالفعل زيادة الإنتاج من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار وتراجع الطلب. وبهذا الخبر مشاهدينا ختام الأخبار الاقتصادية لليلة، وعودة إليك محمد.
شكرا للزميلة نداء على هذه التفاصيل. إذن مشاهدينا النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد 6 أشهر 3 رواد فضاء صينيين يعودون للأرض. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ننتقل الآن إلى زميل شاهر وفقرة التكنولوجيا. شكرا لك محمد. مشاهدينا الكرام، أخبار تكنولوجية متنوعة، دعونا نتابع. تفضل، إليك الكلمة. أعلنت شركة أوبن إي آي عن إطلاق محرك بحث على الإنترنت يشكل امتداداً لواجهتها القائمة على الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي، ومن شأنه أن ينافس جوجل الذي يعد مرجعاً في هذا المجال. ويمكن لتشات جي بي تي سيرتش التابع لبرنامج تشات جي بي تي البحث عن عناصر عبر الإنترنت. وأوضحت أوبن إي آي أن في إمكان المستخدم الحصول على إجابات سريعة وذات صلة من خلال روابط لمصادر ملائمة على الإنترنت، وهو ما كان يستلزم سابقاً استخدام محرك بحث. وتوفر أوبن إي آي أيضاً للمستخدم إمكانية البحث مباشرة في الإنترنت من دون الاعتماد على واجهة تشات جي بي تي. كشفت شركة الرقائق الكورية الجنوبية العملاقة اس كي هاينكس اليوم أنها ستنتج أول رقائق HBM3E ذات 16 طبقة في العالم، وستوفرها في أوائل عام 2025. وتهيمن ثاني أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم على سوق أشباه الموصلات للذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، كما أنها مورد رئيسي لشركة إنفيديا الأمريكية العملاقة. يأتي هذا الإعلان في أعقاب بيان الشركة في سبتمبر بأنها بدأت الإنتاج الضخم لأول منتج HBM3E ذو 12 طبقة في العالم، والذي جاء بعد 6 أشهر فقط من التسليم الأولي للمنتج المكون من 8 طبقات للعملاء في مارس. عاد طاقم صيني مؤلف من 3 رواد فضاء إلى الأرض اليوم بعد مهمة في محطة تيان كونغ استمرت أكثر من 6 أشهر على ما أعلنت وكالة الأنباء الصينية. وذكرت الوكالة أن رواد الفضاء الثلاثة يتمتعون بصحة جيدة بعد هبوط الكبسولة في منغوليا الداخلية، وكان الرواد الثلاثة وصلوا إلى محطة تيان كونغ في نهاية أبريل، وانضم إليهم في 30 أكتوبر 3 رواد فضاء آخرين هم رجلان وامرأة، تسلموا على مدى 5 أيام المهمة من الرواد الصينيين قبل عودة هؤلاء. وتؤكد بكين أنها تعمل على إرسال مهمة مأهولة إلى القمر بحلول العام 2030، وتعتزم بناء قاعدة على سطحه. أغلق اليوم مفاعل نووي ياباني في محطة أوناغاوا للطاقة مرة أخرى بسبب مشكلة في المعدات، وذلك بعد إعادة تشغيله الأسبوع الماضي بعد أكثر من 13 عاما من الزلزال المدمر والتسونامي الذي أعقبه عام 2011، وألحق أضرارا شديدة بمحطة فوكوشيما النووية القريبة وفقا لمشغل المفاعل. وذكرت وكالة أنباء كيدو اليابانية أنه كان قد تم إعادة تشغيل المفاعل رقم 2 في محطة أوناغاوا النووية على الساحل الشمالي لليابان في 29 أكتوبر الماضي، وكان من المتوقع أن يبدأ إنتاج الطاقة في أوائل نوفمبر الجاري، ولكن تم إغلاق المفاعل مرة أخرى بعد 5 أيام من إعادة تشغيله بسبب خلل حدث أمس في جهاز يتعلق ببيانات النيوترونات داخل المفاعل. وقالت شركة توهوكو للطاقة الكهربائية إن المفاعل كان يعمل بشكل طبيعي ولم يحدث أي تسريب إشعاعي إلى البيئة، وإنها قررت إغلاق هذا
المفاعل لإعادة فحص المعدات لمعالجة مخاوف سلامة السكان، فيما لم يحدد أو يحدد موعد جديد لإعادة التشغيل. ختام التكنولوجيا، عودة إليك محمد. في الشأن الدولي، أعلنت إسرائيل أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميا بقطع علاقاتها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، بعدما أقر برلمان البلاد هذه الخطوة التي تثير جدلا. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية بناء على تعليمات وزير الخارجية إسرائيل كاتس، أبلغت الوزارة الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين دولة إسرائيل والأونروا. من جهته، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني إن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بقطاع غزة، بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها. وأضاف لازاريني في بيان نشره على حسابه عبر منصة إكس إن تفكيك الأونروا في غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم، مضيفا أنه بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها يجب أن ينصب التركيز على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بغزة، مشددا على أن أطفال غزة الآن يخسرون عاما ثانيا من التعليم. عبر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة التي تفيد بإرسال قوات من جمهورية كوريا الشمالية إلى الاتحاد الروسي، بما في ذلك نشرها المحتمل في منطقة الصراع. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام اعتبر هذا الإجراء بمثابة تصعيد خطير للحرب في أوكرانيا، وشدد على ضرورة بذل كل جهد ممكن لتجنب أي تدوين لهذا الصراع. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث المرشحان دونالد ترامب وكاملا هاريس يسابقان الوقت لكسب الأصوات قبل ساعات من المواجهة الانتخابية. واصلت المرشحة كامالا هاريس ومنافسها دونالد ترامب أمس الأحد حملة أخيرة محمومة لكسب الأصوات في الولايات الحاسمة قبل ساعات على موعد الانتخابات التي تشهد تقاربا تاريخيا في التأييد. وقال ترامب في أول تجمع انتخابي له في بنسلفانيا إن مصير أمتنا بين أيديكم، عليكم أن تنهضوا ثلاثاء، ووعد ترامب بموجة عارمة من الأصوات لمصلحته. من جهتها، أكدت هاريس على منصة للحملة الانتخابية في جامعة ميتشغان أن الزخم في مصلحتنا وفي هذه الولاية، حيث تخاطر بفقدان دعم السكان من أصول عربية الذين يمثلون نحو 200,000 شخص بسبب دعم واشنطن لإسرائيل، وعدت المرشحة الديمقراطية بفعل كل شيء لوقف الحرب في غزة. وقالت هاريس: أريد أن أقول إن هذا عام صعب نظراً إلى حجم الموت والدمار في غزة، ونظراً إلى الضحايا المدنيين والنازحين في لبنان. وصوت أكثر من 76 مليون شخص مبكراً قبل الثلاثاء في وقت تظهر الاستطلاعات تعادل نتائج المرشحين في هذه المرحلة إلى حد غير مسبوق. وأشار استطلاع أخير أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع سيينا إلى بعض التغييرات التدريجية في الولايات الرئيسية المتأرجحة، لكن النتائج من كل الولايات السبع ظلت ضمن هامش الخطأ. مشاهدينا الكرام، مجددا ننتقل إلى شاهر وأخبار الرياضة. إليك شاهر. شكرا لك محمد، أخبار رياضية متنوعة، دعونا نتابع مشاهدينا. أحرز نادي الفجيرة للفنون القتالية لقب بطولة الإمارات للجودو لفئة الشباب من المواطنين والمقيمين تحت 18 سنة برصيد 12 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات. وعلى مستوى الفردي في الميداليات الذهبية، أحرز ميداليات نادي الفجيرة للفنون القتالية عبد الرحمن جنيد في وزن تحت 55 كيلوغرام، وأيضا كذلك حمام راضي في وزن تحت 66 كيلوغرام، والعوض يوسف في وزن تحت
73 كيلوغرام، وأحمد نادر في وزن تحت 81 كيلوغرام، ونور البرنس في وزن تحت 90 كيلوغرام، وأنس الطيب في وزن فوق 90 كيلوغرام. وشهدت البطولة التي نظمها اتحاد الجودو على صالة الاتحاد في بنياس مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من الفئات العمرية المختلفة. ينظم اتحاد الإمارات للمبارزة بطولة كأس العالم لسلاح الإيفي للمبارزة للسيدات خلال الفترة من 8 إلى 10 من نوفمبر الجاري في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة 193 لاعبة من 33 دولة من مختلف أرجاء العالم في فئتي الفردي والفرق. وتمثل هذه البطولة أولى بطولات كأس العالم للاتحاد الدولي للمبارزة في الموسم الرياضي 2024-2025، وواحدة من 5 بطولات عالم في أسلحة مختلفة وفئات متنوعة تقام خلال شهر نوفمبر. أوصت لجنة الشؤون الفنية باللجنة الأولمبية الوطنية بضرورة الاطلاع على التجارب الناجحة للاتحادات الرياضية في الكشف عن المواهب وصناعة الأبطال، وربط الاتحادات مع جهات القطاع الخاص لا سيما فيما يتعلق بالأنشطة التي يتم تنظيمها من قبل تلك الجهات، ومناقشة آليات دمجها في برنامج المسابقات الرسمية للاتحادات الرياضية. كما أوصت بتخصيص ورشة عمل لأفضل الممارسات بين الاتحادات مع نهاية شهر نوفمبر الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري لمتابعة واستعراض مراحل الاستراتيجية الشاملة لإعداد والتجهيز للاعبين الأولمبية أو للألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 والنسخة المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجلوس 2028 وما يتخلل تلك الفترة من دورات ومحافل رياضية متنوعة. التقى عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم ياسين تيالو رئيس اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم في مقر الاتحاد بدبي، وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الوطيدة التي تجمع الاتحادين. وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث عن لعبة كرة القدم في قارتي آسيا وأفريقيا وسبل تعزيز العلاقات بين الاتحادين على الصعيدين الفني وأيضا كذلك الإداري. إذن مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، تذكروا دائما بمحبتكم، نرتقي وبالأمل نلتقي.